حابة أسأل حضرتك كمان دكتور خالد على يعني مش بس فكرة أنه الاستعداد بسيارات لشفط المياه وأنه يكون في يعني كسح المياه لما تحصل، إيه التطور الحاصل في بعض المحافظات تحديداً اللي معروفة أنها بتشهد موجات من الطقس السيء وهطول أمطار غزيرة علشان أول بأول يكون في استيعاب لهذه الأمطار حتى لو هطلت بكميات كبيرة؟ يعني كنا شفنا في الموجة السابقة الأسكندرية يعني غالباً هيكون ليها لو أتذكر جيداً مبلغ 300 مليون جنيه لدعم شبكات الصرف. فيعني خطة الوزارة لدعم هذا النوع من البنية التحتية لتحمل موجات الطقس السيء لاحقا. خليني اقول لحضرتك ولو كان في لقاء سابق ان احنا طبعا ان دي تعتبر يعني ثالث موجة من موجات الشتاء، وخاصة ان كان في موجة سابقة ايام النوتين السابقتين اخرهم نوة قاسم واللي استمرت واللي استمرت على يعني مدى اربع ايام في ثلاث ايام توابع ليها والفيضة الصغرى. وطبعا احنا دلوقتي على مستوى الاسكندريه في نوة الفيضة الكبرى، وبالتالي هو في تحسب لهذه النواة. لكن لو جينا لإدارة الأزمة الخاصة بالسيول على مستوى المحافظات الحدودية اللي فيها مقرات سيول، فطبعا على مدى الثلاث سنوات الماضيه بالتنسيق ما بين وزاره المياه المحليه، وزاره الري والموارد المائيه، وكذلك الامر المحافظات المصريه اللي فيها مقرات سيول، تم اعداد صحرات وتم تطهير مقرات السيول دي بحيث انها تستقبل الامطار ويتم صرفها عن الطرق الرئيسه بحيث وازاله اي مباني في طريق اللي اتبنت على مقرات السيول دي، بحيث يتم الاستفاده من مياه الامطار من خلال صحرات ومن خلال بحيرة يعني تجمع بحيرات لتجميع مياه الامطار للاستفاده بها في استخدامات متعدده لهذه المحافظات. ده شق. الشق الثاني بعض المحافظات زي الاسكندريه وبعض المحافظات الساحليه الاخرى بيبقى فيها حاجه اسمها شنايش. تطهير هذه الشرايش اللي هي بتستقبل مياه الامطار، وخاصه اذا كنا بنتكلم على مستوى الشوارع الرئيسه في والشوارع الفرعيه، هذه الشنايش تطهيرها الدائم والمستمر ومتابعتنا ليها من خلال غرفه عمليات الوزاره مع غرف الازمات والعمليات في الاحياء والتاكيد على ده من خلال فرق التفتيش والمتابعه بيتم التاكد من تطهيرها. ده شق ثاني. الشق الثالث والمهم جدا يا فندم، خلال الفتره الماضيه من شهر 9 وفي سيناريوهات لاداره ازمه مياه الامطار، السيناريوهات دي تم تطبيقها بالفعل ومراجعتها مع الجهات المعنيه في الدوله ومع القوات المسلحه، بحيث انه يبقى في اسم العمليه دي كان الصقر، بحيث ان هم يراجعوا كل المعدات وكل البدلات وكل العربيات وكل الادوات المتعلقه بعمليات التعامل مع مياه الامطار وتراكمات مياه الامطار. اما فيما يتعلق يا فندم في الرقم اللي حضرتك تفضلته وقلتيه ان هو تم اتاحته لانشاء محطات للصرف الصحي، محطات الطرد دي يا فندم بتسحب المياه اللي موجوده في المواسير الصرف الصحي المختلفه واحلال عفوا المواسير اللي هي المتقدمه، وبالتالي دي عمليه هتاخد وقت في بعض المحافظات زي الاسكندريه لعمليه الاحلال والتجديد. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على مستوى اداره الازمه في الشتويه دي تمهيدا للاجواء كلها بالنسبه للمواسم الشتاء القادمه باذن الله تعالى. ده شق. الشق الرابع والمهم جدا اللي شدد عليه مع الوزير النهارده صباح اليوم مع المحافظات بضروره استمرار المحافظات في المتوقع فيها امطار في رفع درجه الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كل المعدات فيها مع الأجهزة المعنية اللي موجودة، وبحيث أنه والتنسيق مع القوات المسلحة سواء على مستوى المنطقة مثلا المركزية في القاهرة، المنطقة الشمالية والقوات البحرية في الأسكندرية وخط الساحل الشمالي كله والبحيرة،
وإدارات المرور بالمحافظات عشان نحدد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أي شوارع أو أي ميادين رئيسة نتيجة الأمطار دي. طبعا كل ده فندم من خلال التركيز على أنه كل التدابير المناسبة لمقابلة ومواجهة الآثار الناجمة دي عن سوء الأحوال الجوية والربط الدائم مع هيئة الأرصاد المصرية وكذلك الأمر والخرائط اللي بتصدرها مركز بحوث وزارة الري والموارد المائية وكذلك العمل على تركيز معدات الطوارئ اللي عندنا في المحافظات.